يلا نتعلم من قصة الأسد الظالم. كان يا مكان الأسد ملك الغابة الظالم المتكبر اللي كل الحيوانات بتخاف منه، بل بالعكس دول كانوا كمان بيخدموه مش عشان بيحبوه، لأ ده عشان هو ظالم ومفتري وبيخافوا منه فبيضطروا يسمعوا كلامه ويخدموه. وجه في يوم كانت الحيوانات فرحانة مبسوطة عمالة تلعب وتنطط وتغني. عدى الأسد قدامهم وبصلهم قوي كده وصح فيهم وقال لهم بطلوا صداع بقى أنا صدعت. مشيت الحيوانات وهم زعلانين وخايفين وحاسين بالظلم والقهر عشان مش عارفين يعملوا أي حاجة في وجوده. راح ميمون للسلحفة وقال لها وبعدين هنعمل ايه في الأسد ده؟ ردت السلحفة وقالت له أنا عندي خطة حلوة قوي يا ميمون، هتخلينا نخلص من الأسد الظالم ده للأبد. بدأ فعلا ميمون ينفذ الخطة وطلع فوق الشجرة يتنطط بين الأغصان. طبعا الأسد تحت متضايق عمال يقول له انزل بقى بطل تنطيط انت صدعتني انزل بقولك. وصاحبي الأسد جامد وقال له تنزل اللي هقتلك، انت عارف لما تنزل انا هعمل فيك ايه؟ انا هموتك يا قرد انت يا ميمون، قلتلك بس انا مصدع انت عمال تعمل صداع انزل بقولك. ضحك ميمون وقال له لو انت تقدر اطلع لي انا مش هنزل لك، انت اصلا ما تقدرش تطلع لي انت جبان انت ظالم ومتكبر بس انت جبان مش هتعرف تعمل لي حاجة. لا 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 انت زودتها قوي، انزل انزل ونوريك انا هعمل فيك ايه يا ميمون القرد انت انزل. ما انا هنزل هنزل بس وانت نايم بالليل، وهجيب حجرة كبيرة وهضربك بيها وموتك وريح الحيوانات منك ومن ظلمك ونرتاح كلنا منك يا ظالم يا متكبر. انا هوريك انا هعمل فيك ايه. غضب الاسد جدا وفي نفس الوقت خاف من كلام ميمون وغدره، وفضل صاحي طول الليل تحت الشجرة ما نمش خايف لميمون فعلا ينفذ كلامه ويضربه، لأنه عارف إن كل الحيوانات بتكرهه لأنه فعلا ظالم. طلع النهار وميمون نام وارتاح وكان نايم ولا على باله، وفي نفس الوقت الأسد ما نمش خالص وكان صاحي طول الليل خايف من كلام ميمون، وكان تعبان جدا جدا وهزيل ومش قادر يعمل أي حاجة وخايف جدا من ميمون لينفذ فعلا كلامه. ميمون في نفس الوقت كان فرحان قوي وهو شايف الأسد كده لأنه كده بينفذ الخطة، وقال له أنا هجيلك النهاردة بالليل اوعى تنام خليك صاحي بقى يا جبان. فضل فعلا الأسد صاحي لتاني يوم وميمون نايم نوم عميق ولا على باله وفرحان إنه بينفذ الخطة بتاعته، والأسد تعبان ومرهق وعايز ينام ومش عارف ينام خايف. وعدت الأيام ويوم ورا يوم والأسد مش بينام خالص وتعبان، وكل ما ده يتعب أكتر وبقى ضعيف ومش قادر يعمل أي حاجة وفي نفس الوقت خايف، وكل ما يجي يحاول ينام ميمون يحلف عليه طوبة ويضحك ويقوله بهزر معاك يا جبان يا جبان يا ضعيف خليك كده خايف يا جبان أنا هوريك الظلم يا جبان. الأسد طبعا زعل قوي وقال زمان كل الحيوانات بتتريق عليا واني فعلا جبان وخايف، انا لازم اهرب انا مش هينفع بعد كده ابقى ملك الغابة دي مش هينفع انا لازم اهرب. فرحت الحيوانات قوي ان الأسد مشي وفرحوا بميمون واللي عمله، فعلا لكل ظالم نهاية والظلم اخرته وحشة.